في من كونه من وكالة الأنباء الكويتية قاعد أقرأ على قرارات مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 59 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي والجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ولا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية. وأيضا المرسوم أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي اللي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريقة الغش أو التزوير، وإذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك ركزوا وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق أو تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة. هذا الخبر توه نازل من نص ساعة في كونه، حبيت أني أنا أقرأ عليكم.